مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطيه، هكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعه. انا لما جبريل. الموجة الثانية لهذه الليلة هنتابع فيها مبادرة حياة كريمة وأثرها في تحسين جودة حياة ريف المصري، ويا ترى إيه نسب الإنجاز اللي تحققت على الأرض بعد مرور 3 سنوات على المبادرة؟ هيكون ضيفي الكريم بعد قليل في هذه الفقرة الأستاذ خالد جمال عبد الناصر، مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة. أما الآن يتجدد لقاءنا الأسبوعي مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي وقراءة في أبرز القضايا والمستجدات على الساحة. أستاذة فريدة مرحبا بحضرتك. مرحب بك، ألف شكر سعيدة أن شفتك ومساء الخير على كل المستمعين، على كل المشاهدين وعلى حضرتك أستاذة فريدة. يعني قبل ما نبدأ هذا الحوار مشاهدينا الكرام، أوجه عناية حضراتكم بأنه تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، وهي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة، تقدم محتوى إخباري متنوع وقوي من مصر والمنطقة العربية والعالم. يمكن لحضراتكم متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات على تردد 11747 فيرتيكال. كما أيضا وجه عناية حضراتكم لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ. نشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف 12092 فيرتيكال. ونبدأ هذا الحوار مع الأستاذة فريدة الشباشي. أستاذة فريدة، النهاردة كان للرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة خاصة وكلمة خاصة في القمة العربية بعد توقف هذه الاجتماعات على مدار 3 أعوام، القمة 31 بجزائر طبعا، وكانت تحت عنوان لم الشمل العربي. إيه هو وطبيعة الدور المصري فيما يتعلق بلم الشمل العربي قبل ما نتطرق لكلمة الرئيس السيسي لهذا اليوم؟ يعني هو الرئيس السيسي في هذه القمة فعلا هي قمة لم الشمل العربي اللي تفركش. يعني بقالنا كام سنة دلوقتي عايشين كل قطر بيشتغل زي ما هو عايز وعلى حسب رؤيته هو والتهديد اللي حواليه، وعلى حسب كمان التدخلات اللي حصلت وما كانتش في صالحنا. يعني شوف انت العراق النهارده في انه موقف. يعني فمصر النهارده فعلا كلمه الرئيس كانت مؤثره جدا بالنسبه لكل اللي موجودين في القمه. انا شفت ده النهارده يعني، وكمان لينا احنا، لينا بنشوف قائد بيتكلم عن احنا. فاكره انا دايما اقول لك الراجل ده راجل بناء، نعم، يعني عمره ما يهدم، هو يبني. فهو النهارده واعي بمنتهى الجدية والإخلاص والإحساس القومي والوطني بأهمية إن إحنا نبقى أمة عربية واحدة. هو ده اللي بيخلينا كل المشاكل نقدر نتغلب عليها. لأن النهاردة أنا مثلا عندي حاجات زيادة فأديها لما، ولما عندها حاجات زيادة تديها لي، يعني نكمل بعض بدل ما الحاجة اللي أنا بتمتع بيها تروح هدرا في حاجات نتيجة الخصومات اللي كانت بيننا ونتيجة الصراعات اللي بيننا. يعني الرئيس النهاردة أكد على ضرورة عودة ليبيا وحدتها كمان وسوريا. يعني أنا من الناس اللي سوريا بالنسبة لي حتة من قلبي، فالنهاردة يعني بتمنى لها أن كلها تتوحد وأن كل الشعب. احنا عايزين نفهم ان الوحده هي القوه، يعني زي ما قال الرئيس بالنسبه لمصر قوتنا في وحدتنا، وهو ده اللي خلانا بنتصدى لاي حاجات معاديه، هو ده اللي هيخلينا نتصدى كأم عربيه من المحيط الى الخليج وكل الامكانيات اللي عندنا. انا يمكن قلت لك قبل كده ان الله يرحمه الاستاذ محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان الراحل، قال لي انا مش لحد تاني عشان كده الكلمة بترن في وداني، قال لي احنا عندنا في السودان مساحة أرض، افتكر قال لي 20 مليون فدان أو حاجة كده، قال لي تكفينا ويمكن تكفي نص العالم أغذية. نعم. فاحنا ليه نقعد مثلا النهارده احنا قاعدين كلنا متوترين من اللي بيحصل في أوكرانيا؟ يمكن من خلال كلمة الرئيس زي ما حضرتك بتكلمي يا أستاذة فريدة، اتكلم عن حماية الدول العربية من الاستقطاب الدولي وقد ايه ممكن تكامل القدرات المتباينة
يمكن أن يواجه التحديات تحديدا في أزمتي الطاقة والغذاء واللي العالم بيواجههم دلوقتي. وأعتقد أنه إلى أي مدى، خليني أسأل حضرتك هذا السؤال، إلى أي مدى بوحدة الصف العربي أو تكتل اقتصادي عربي يمكن أن يحمي هذا الكيان العربي من أي أزمات متعلقة بأكبر أزمات العالم بيواجهها دلوقتي إذا كانت الطاقة أو الغذاء؟ إلى أبعد مدى ممكن، لانه احنا امه واحده، احنا عندنا كل مقومات الامه، يعني احنا ارض مشتركه ولغه مشتركه وثقافه مشتركه. نعم، يعني هو ده، انت عايزه وحده ايه اكتر من كده يعني؟ فاحنا ليه ما نكملش بعض؟ ليه نفضل احنا متشرذمين كده، كل واحد حد بيستغله من ناحيه بيفرض عليه؟ لما نبقى احنا وحده ما حدش هيقدر يفرض علينا حاجه، احنا اللي هنحدد مصيرنا، إحنا اللي هنحدد حياتنا، إحنا اللي هنحدد مستقبل الأجيال اللي جاية، مش حد تاني. يعني أنا يعني عمري ما أنسى الغزوات اللي حصلت عندنا والتدمير اللي حصل باسم إرساء الديمقراطية. مش قال لك ديمقراطية في العراق؟ أدي إحنا شفنا الديمقراطية في العراق. مش قال لك ديمقراطية في ليبيا؟ أدي إحنا شفنا الديمقراطية في ليبيا. يعني هي كده، إحنا الوقت عشنا الواقع المرير اللي الرئيس النهاردة نبه له بشكل غير مباشر، يعني بانه بيفهمنا او بيوقظ ثاني الوعي بتاعنا باهميه الوحده العربيه. اثار الرئيس كمان تساؤلات الشارع العربي فيما يتعلق بالاسباب اللي بتعيق تحقيق التكامل العربي وغياب ايضا التصدر العربي لوقف نزيف دم العربي او يعني استقطاب الثروات العربيه. وحقيقه دي اسئله مشروعه جدا لدى المواطن العربي بشكل عام في اطار كل الازمات. فعلا دي اسئله مشروعه زي ما انت بتقولي، لان الناس مش فاهمه. طب احنا كنا عايشين يعني من احسن ما يمكن، يعني ما كناش يعني مبذرين، بس كنا عايشين مستورين كلنا. نعم. طب ايه اللي حصل؟ احنا النهارده شوفي عندنا قد ايه، كام خيام للاجئين، اللاجئين السوريين واللاجئين اليمنيين واللاجئين العراقيين. ليه ده نتيجة إن إحنا فرطنا في نفسنا وسمحنا بالتدخلات الخارجية. عمر التدخل الخارجي ما هيبقى لصالحك، استحالة. وده اللي الرئيس النهاردة نبه له بشكل واضح في حكاية إعادة التضامن العربي والتكامل العربي والوحدة العربية. هي دي، هو ده خلاصنا، خلاصنا في وحدتنا زي ما قال لنا قبل كده. فده مهم جداً. وبعدين كان في، لو لاحظتي النهارده كان في استجابه من كل القاده اللي قاعدين، لان فهموا مفيش حل تاني، مفيش حاجه اسمها حد. انت عارفه انا كنت كتبت مره مقال زمان اسمه العالم في عربه مترو، قلت فيه ان انا كنت قاعده في مترو في باريس بتفرج على الناس كل كذا لغه وكذا جنسيه وعمالين يتكلموا ويضحكوا ومفيش اي مشكله بينهم في مساحه 25 متر في عربيه مترو. احنا من المحيط الى الخليج مساحة هائلة، يعني بقينا اتشرذمنا لشيعي وسني وقبطي ومسلم، لما كناش كده. عايزين نرجع تاني بقى، المهم عندنا الوطن وقيمة الوطن وبناء الوطن وبناء مستقبل الأجيال اللي جاية. برأي حضرتك أستاذة فريدة، متى تأتي القمة العربية التي تكون الكلمات بها أو التوصيات بها هي توصيات تنفذ على أرض الواقع؟ أعتقد إن المناقشات بتاعت الرئيس النهاردة مع القادة العرب، عدد كبير من القادة العرب، كانت لتفعيل الكلام اللي قاله ولتنفيذ الوحدة العربية والتضامن العربي. أنا ده اللي بعتقده يعني. الحقيقة أنه في آخر كلمة الرئيس السيسي دعا القادة العرب لقمة المناخ التي تعقد إن شاء الله في شرم الشيخ في غضون أيام. لو تسمحي لي أستاذة فريدة، نتحول الآن إلى ملف المناخ واستعدادات أيضا شرم الشيخ لاستقبال كوب 27. تحديات أخرى تواجهها المنطقة وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعاً مفروضاً على العالم. أغتنم هذه المناسبة للإعراب عن تطلع لاستقبالكم في مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2022 بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ.
تحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعا. كوب 27 يا أستاذة فريدة، أيام قليلة تفصلنا عن بداية كوب أو مؤتمر المناخ أو قمة المناخ في شرم الشيخ. لماذا برأيك أستاذة فريدة العالم كله في انتظار هذه القمة أو قمة المناخ 27 تحديدا؟ لأن العالم كله معني بالمناخ. العالم كله بدأ يحس ويعي أنه على شفا انهيار، مش بس واحد زي ما قال الرئيس قبل كده. الغنية، الدولة الغنية زي الدولة الفقيرة، يعني عشان كده هو طلب مساعدات من الدول القادرة على أنها تدي الدول اللي ما عملتش حاجة بس بتعاني من تردي المناخ. يعني فدي ده يعني إنقاذ لكوكب الأرض، والثقة في أن مصر هي اللي تكون هي اللي بتستضيف هذا المؤتمر. وفي تشوفي دول يعني قادة كبار جدا ودول كتير جدا يعني متخصصين ومتخصصين طبعا في ملف المناخ في البيئه وكده والمناخ، يعني كل ده لانه مصر جديره بهذه الثقه. وهو الرئيس المره دي او هذه القمه الحقيقه هو من الناس اللي مطالبين بانها تكون قمه تنفيذ مش وعود، يعني تكون على الواقع فعلا بيحصل اللي لانه وعدوا قبل كده وما حصلش حاجه. لا، المرة دي بقينا قدام يعني بقينا قدام نتائج سيئة لتغير المناخ ولترديه. هل بتشغل حضرتك مخاوف يمكن تكون بتشغل بال كثير من الخبراء متعلقة بأنه الوضع السياسي العالمي وما يحدث الآن ربما أرجع الدول خطوات كثيرة فيما يتعلق بجدول أو فيما يتعلق مثلا باستغناء عن الوقود الأحفوري، يعني المتعلق بأشياء كثيرة كان مفترض أن الدول تتراجع فيها، بالعكس يعني تقدمت لحاجتها لي طبعا. فيما يتعلق بقى بالطاقة طبعا، بس لما يبقى قدامه أنه هو لو كمل على كده يعني مش هينجو. يعني أنت النهاردة عندك في دول غرقت بفيضانات، وفي دول بتصرخ من الجفاف، وفي دول الجبال عندها الجليد اللي عندها سحب وعمل لها يعني في حاجات كتير يعني وحرائق اتغيرت، يعني في حاجات كتير منذرة بكارثة بحاجة وحشة. يعني لا قدر الله ربنا يخلي قمة شرم الشيخ يا رب خطوة في اللي جاي كويس يعني إيجابية. يعني وده كل ده الإنسان، ده من استهتار الإنسان بالحياة وبحياة الآخرين. يعني النهاردة أنت عندك مثلا مصر، شوفي في كل حاجة الرئيس ده على فكرة يعني مش عارفة الواحد يقول عليه إيه، يعني كل حاجة عارفها، يعني كل مثلا حتى الأكياس البلاستيك بدأ دلوقتي ياخدوا بالهم عندنا هنا في البيئة أن دي سامة وسيئة وملوثة وكل اللي أنت عايزاه. يعني في حاجات صغيرة ما كناش بننتبه لها، هو انتبه لها ازاي؟ ايه رأي حضرتك في الملف البيئي في خلال السنوات الماضية في الداخل المصري؟ أنا شايفة إن الملف البيئي في تحسن، وإنه في بس عايزين توعية يا لمى، عايزين توعية، عايزين نفهم أي واحد إنك أنت لما ترمي حاجة في الشارع كده صحيح بتخلص إيديك يعني وبتبقى كده ماشي خفيف يعني، بس بتدمر كل الناس اللي حواليك على المدى الطويل. نعم. لأنه لازم النهاردة، وبعدين البيئة مهتمة النهاردة بتدوير المخلفات ومهتمة بأنها تطلع المية مثلا بتنقيها. احنا نشوف الترعة دلوقتي اللي بتتبطن عشان المية بتاعتنا ما تروحش. النهاردة الرئيس لما بيتكلم عن المية، الأمن المائي، يعني إيه الأمن المائي ده؟ احنا اللي يشيل عننا المية يعني بيقتلنا. يعني النهاردة لو الراجل بتاع الحبشة ده فضل مصمم على كمية المية اللي هو عايز ياخدها، يعني معناها شروع في قتل، يعني في قتل شعب يعني، بس إن شاء الله ما حدش هيقدر علينا. لكن الفكرة إنه العالم النهاردة مرغم رغم أنفه وأنف كل القادة اللي فيه للتعاون والتنسيق والتفاهم. مفيش حل تاني، لأن زي ما قال السيسي، هرجع أقولك تاني، مفيش حد هيهرب، ما فيش حد هينجو. ودي كلمة رائعة على فكرة وفعلا واقعية. يعني أمريكا اللي هي
أم الصناعات اللي في العالم واللي بتطلع أكبر قدر من التلوث في العالم هتتفرتك، زي مثلا أصغر دولة في أي حتة صغيرة كده وعمرها ما يعني مفيش حد هينجو. فالنهاردة لازم كله يبتدي يعيد يعني صياغة الحياة بما يعني البيئة دي مهمة جدا جدا جدا، يعني بما يكفل سلامة الإنسان. إيه أهمية استضافة مصر لمثل هذه الأحداث؟ الحقيقة إنه في الفترة الأخيرة مصر استضافت قمم ومؤتمرات كانت عنوان في الصحف العالمية مش بالزبط. بس محليا بالزبط. واستقبلت على أرضها تقريبا كل زعماء العالم، من قمة بقى عربية أوروبية لقمم عربية عربية لقمة المناخ بالزبط. إيه أهمية هذه القمم والمؤتمرات؟ أهمية إن إحنا قلنا قبل كده برضو سوا إن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانها ومكانتها. يعني النهارده مصر ما بقتش دوله كده يعني زي ما كانوا بيبصوا لنا يعني على دوله هامشيه يعني يعملوا اللي هم عايزينه فيها، لا النهارده دوله بيتعمل حسابها. النهارده انا يعني والله مش شوفينيه بس ده اللي حصل، يعني ان كذا حد يقول يا ريت عندنا رئيس زي السيسي، ودي حاجه مهمه جدا انه بقى نموذج، ولما بقى نموذج في احترام بقى لمصر، ما دام في احترام لمصر كان موجود بس لازم احترام لقيادتها كمان. وبالتالي انت النهارده لما تيجي تعملي حاجه في مصر مفيش طفل في العالم كله ما سمعش عن مصر، كتب التاريخ في المدارس الاجنبيه بتعلم التاريخ المصري، ماده ايجيبتولوجي علم المصريات دي ماده يعني طبعاً. دي ماده طبعاً. في المدارس جميع. في كل حته في حاجه تانية غير علم المصريات؟ لا فاحنا يعني قدرنا على كده رغم يعني انه لا يصح ان انا ادلي برايي، ولكن لا يوجد علم اخر غير علم المصريات. خليني اتحول مع حضرتك استاذه فريده لبرامج الحمايه الاجتماعيه في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه تركيزه بينصب على بناء الانسان بمختلف اشكاله بقى، ده كان ملف الصحه، ملف التعليم، الحمايه الاجتماعيه ايضا ده هدف رئيسي من اهداف بناء الانسان. في مبادرات متعلقة أو زي حياة كريمة، سكن كريم، وده طبعا مشروع عواصم المحافظات كان موجود فيه. المبادرات الرئاسية الحماية الاجتماعية إزاي نجحت في تحقيق هذا الهدف برأيك؟ لأن كان في تشوق للكرامة، للحياة الكريمة، لأنه الإنسان يبقى إنسان. هو أنا عايز أسألك، الإنسان اللي عايش في عشوائية جوه تحت سفح مثلا جبل زي ناحيه المقطب كده وبتاع، واللي مش لاقي يعني مش لاقي حته، ما فيش تصريف صح، ما فيش صرف صحي، ما فيش ميه نظيفه، ما فيش سقف مقفول، ما فيش ده، عايزه منه يبقى ازاي بيحب البلد او يعمل اي جهد. يعني لما هو يعيش حياه كريمه هو هيدافع عن حياته الكريمه دي، هو هيدافع عن التحسن بتاعه. هيدافع النهارده اللي كان في بطن البقره زي اللي في الأسمرات؟ لا طبعاً. لا طبعاً. فدي حاجات يعني محدش يقدر يجادل فيها، يعني حتى مهما كانوا شهود زور ومهما كانوا مخترعين شريرين ما يقدروش يجادلوا في إنه اللي قاعد في لما اللي كان في العشوائية وراح الأسمرات بقى حاجة تانية وبيدافع عن نفسه وبيحس إن هو مواطن، مش إن هو حاجة كده يعني مهملة. يعني هي دي الفكرة إنه هل البيئة المحيطة بتأثر في تكوين الإنسان؟ طبعاً. أنت شوفي يعني أنت إيه اللي خلانا إحنا كلنا طلعنا من 35 ل 40 مليون مصري؟ لأن إحنا حسينا كلنا ببعض. على فكرة دي الحاجة اللي محدش قادر يعرفها في الشعب المصري، إنه وقت الخطر بيبقى كله حاجة واحدة، ودي اللي الأغبياء مش فاهمينها. يعني لا، احنا وقت الخطر بنبقى كلنا سوا. وبعدين في زي ما بقول لك احنا محتاجين بس توعيه زياده. يعني في ناس مثلا تقول لك الله ده مش عارفه ايه بقت بكام، روح انت شوف بره بقى بكام. والله لو موجوده لو موجوده يعني لو في كتير موجودة من والله في دكتور كلمني من انجلترا وقال لي احنا بنحسدكم، احنا ما بنلاقيش ربع رغيف. يعني في مشاكل في العالم كله، لانه بس هو الحقيقه يعني عايزة أقول أنتهز الفرصة وأنا معاكي هنا أقول إن مش الرئيس هو اللي عمل حرب روسيا وأوكرانيا، ولا هو اللي عمل الكوفيد بتاعت جائحة الكورونا. طب دول العالم كله بيعاني منهم وإحنا
يعني صمدنا صمود اسطوري في مواجهه الجائحتين دول البلوتين دول يعني. وبنستعد النهارده، انا شايفه ان يعني استعداد يعني توجه الدوله النهارده للزراعه واستصلاح ده هايل، لان ده بيأكد لنا انه احنا في يوم من الايام باذن الله هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي، والاكتفاء الذاتي ده هو القوه. بس ان شاء الله يا رب زي ما قلت قبل كده انه مش كل سنه نجيب له 2.5 مليون يعني. ما دي قضيه ايضا يعني محتاجه توعيه. توعيه بس يا استاذه فريده؟ يعني هل الامر يتوقف على التوعيه؟ لا مش بس التوعيه، انا هقول لك على حاجه. يعني مثلا انا كنت في فرنسا، في فرنسا بيعملوا دعم او كده للطفلين، ها الثالث لا الاهل هم اللي يشيلوا يتكفلوا بيه. انا ما عنديش بقى، ما شفتش بقى دوله مثلا واحد يجيب 10 عيال فيحطهم على بطاقه التموين، طب هو بياخد مني يعني، صح ولا لا؟ يعني هو يبقى في الدوله تتدخل كده. بس انت عارفه الموروثات بتاعتنا الغريبه اللي حصلت في العقود الماضيه يعني للاسف. يعني لما تقولي لحد كده، انا امبارح في نائبه بتمضينا على حكايه تحديد الناس دي وبتاع، فانا بمضي بتاع، هي بتقول لنا لا حرام، لا حرام ان احنا نجيبهم ونرميهم، حرام ان احنا نجيبهم ويبقوا في الشارع، يبقوا اطفال شوارع، حرام ان احنا نجيبهم ويبقى قاعد حاسس ان هو مش قادر يعني العفو يعني مثلا يشتري حذاءه مقطع او هدوم، يعني ليه؟ طيب هي عمليه ليه؟ تنظيميه يعني على اي حال يعني تنظيميه تنظيم النسل بس، ما فيهاش حاجه ثانيه يعني، مش حرام ولا حاجه خالص يعني. النبي قال اعقلها وتوكل. استاذه فريده انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. القى حضرتك ان شاء الله الاسبوع القادم ضيفتي الكريمه الاستاذه فريده الشبشي. فاصل قصير، اكون في انتظار حضراتكم وحياه كريمه. من جديد أنا برحب بحضراتكم، حياة كريمة. حياة كريمة مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديداً في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، مع توفير رعاية صحية والطبية مناسبة، فضلاً عن تنمية القرى وتوفير فرص عمل أبنائها. أيضا تعمل المبادرة على توفير سكن كريم وخدمة تعليمية، إلى جانب التمكين الاقتصادي وغيره. النهاردة هنناقش ما حققته المبادرة خلال السنوات الماضية في الريف المصري. هنتكلم عن المشروعات اللي تم الانتهاء منها، إمتى يتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة في القرى الأكثر احتياجا. كل هذه الموضوعات وغيرها نناقشها مع ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ خالد جمال عبد الناصر، مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير حضرتك وأستاذ المشاهدين. خليني أبدأ مع حضرتك، يعني بعد إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة حدث تغيير حقيقي ونقدر نقول طفرة على الأرض حقيقية. إزاي حياة كريمة غيرت شكل الحياة ومستوى المعيشة في المرحلة الأولى على الأقل للقرى اللي دخلتوها؟ خليني طيب أرجع مع حضرتك يعني خطوتين قبل ما نبدأ حياة كريمة، واللي كان بيعاني منه الريف المصري بشكل عام قبل انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا الحقيقة عندنا على مدار السنين اللي فاتت كان الريف وقرى الصعيد المصري والريف المصري بشكل عام بتعاني من أزمة، وكانت مشكلة كبيرة جدا، هي فكرة الفقر الخدمي. الحياة كريمة جت علشان تقضي على الفقر الخدمي بشكل عام، والبنية التحتية أعتقد أيضا. البنية طبعا طبعا يعني احنا خليني أقول لحضرتك إن احنا أي مكان في عند حد مننا فلوس أو حاجة ده ومفيش خدمة بتؤدى ليه بشكل كويس وبشكل آدمي ده بيعاني. فحياة كريمة جت تقضي على الفقر الخدمي والفقر ايضا المالي. احنا بدانا في المبادره الرئاسيه زي ما حضرتك تفضلتي في اول 2019، وبدانا مرحله تجريبيه كان فيها عدد ضئيل جدا من القرى، وكانت كمرحله تجريبيه وبدانا نشتغل عليها. فلما اشتغلنا على القرى دي وكانت في 14 محافظه، لقينا ان احنا المبادره او تجربه التنميه الشامله في قريه واحده بس مش بتجدي نفع بشكل اكبر لو بدانا ننفذ على مستوى المراكز. فالسيد الرئيس يعني تبنى المبادره بشكل عام وحول المبادره الرئاسيه حياه كريمه لمشروع قومي تطوير الريف المصري، ودخلنا في المرحله الاولى في 52 مركز في 20 محافظه
فيما يقرب من 1478 قرية و 10611 قرية ونجع صغيرين وتوابع. ده طبعا أدى إلى طفرة هائلة احنا حاليا بنشوفها في قرى الريف المصري. عندنا يمكن المشروعات اللي بتقام في القرى دي منقسم لأكثر من قسمة هقول لحضرتك عليهم، اللي هم فكرة بنية تحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي. عندنا المشروعات الخدمية اللي بتخدم المواطن زي مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، زي المدارس اللي دلوقتي بنشوف طفرة هائلة في عدد المدارس. يمكن المدارس عندنا على وجه الخصوص تضاعفت إلى ضعفين أو أكثر في كل قرية من قرى حياة كريمة. المستشفيات اللي بدأت تتجدد والوحدات الصحية، الحقيقة عندنا طفرة شاملة في كل قرى حياة كريمة بتخدم أهالينا في كل قرى مصر. تكلفة وصلت لغاية دلوقتي قد إيه تقريبا؟ والله فانا خلينا نقول لحضرتك إن السيد الرئيس لما أطلق المبادرة كنا بنتكلم في تكلفة شاملة لثلاث مراحل 300 مليار جنيه. والسيد الرئيس في آخر لقاء تحدث عن إن هي وصلت 800 مليار، وبعد الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها العالم كله هتوصل لل 800 مليون، قصدي 800 مليار هتوصل لتريليون جنيه. يعني متوقع مع نهاية المبادرة توصل لتريليون جنيه تكلفة المبادرة بشكل عام. حضرتك قلت خلال حديثك انه احنا مش بس بنستهدف البنى التحتية، احنا كمان بنستهدف الدخل اعتقد لافراد او قاطني هذه القرى. والحقيقة خلال متابعتنا اليومية لحياة كريمة احنا بنشوف برامج حتى للتدريب في هذه القرى، ده غير طبعا قوافل الصحية بس انا مهتمة اعرف قوافل التدريب، لانه مهم جدا البنى التحتية، بس مهم ايضا ان حضراتكم لو تقدروا تحدثوا فارق، انه البشر دي يلاقوا بعد كده دخل ثابت. يعني اعتقد ده فارق هام جدا. حياة كريمة لما وجدت، وكمان هي وجدت في ظروف، يعني يمكن هي بدأت في 2019 و2020 لما بدأنا في المرحلة الأولى من المشروع القومي حياة كريمة، جت واجهتنا فكرة الكورونا والأزمة اللي حصلت من الكورونا وأزمة البطالة. لما جت حياة كريمة وكانت متواجدة السيد الرئيس وقرار أساسية إن احنا نشتغل دايما أو نشتغل في المشروعات اللي موجودة في حياة كريمة بالعمالة الوطنية اللي موجودة داخل قرى حياة كريمة. فكانت دايما التوجيهات إن أنت لما نيجي نشتغل في مشروع من المشروعات لازم يكون العمالة اللي بتشتغل على المشروع دي من أهل القرية. يعني حتى لو المشروع كبير ومحتاجين مقاول او محتاجين مهندسين بكفاءات معينه لا يتخطى نطاق المحافظه نفسها، فده عمل زخم وعمل حاله من يعني واجهه فكره البطاله اللي كانت سائده في ازمه الكورونا، ودي سائده طبعا في العالم كله خصوصا العماله الغير منتظمه والعماله الموسميه. ده جانب كبير جدا. الجانب الثاني ان احنا لما نشتغل في المشروعات دي، مشروعات حياه كريمه دي، هتوجد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. مباشرة في الخدمات اللي بتقدم عن طريق المشروعات دي، وغير مباشرة لما المشروعات دي تشتغل ويكون في حواليها الخدمات اللي بتؤدى. المدرسة يبقى حواليها مكتبة وحواليها سوبر ماركت وحواليها مطعم وهكذا، كل الخدمات اللي بتقدم. ده على نطاق المبادرة حياة كريمة. حياة كريمة كمان واخد على عاتقها منذ إطلاقها إن احنا دايما بنوفر فرص عمل ودايما بندور على الناس اللي عايزه تشتغل والناس اللي عايزه تأهل نفسها. يمكن اخر مبادره قمنا بيها مع ابدا في تأهيل وتدريب عدد كبير من العمال والفنيين في محافظه سوهاج. ده طبعا يعني يمكن في تكريم، يعني الحقيقه دي من المبادرات الهائله جدا، وان شاء الله هنبدا نشتغل عليها بشكل متوازي في كل محافظات مصر. ويمكن ابدا ان شاء الله تخلق حاله من الطفره الصناعيه والانتاجيه داخل كل قرى ومحافظات مصر. المبادرة أعلنت أن معدلات تنفيذ المشروعات تجاوزت 70% في قرى المرحلة الأولى. إيه أكبر التحديات اللي واجهت حضراتكم مع هذه النسبة؟ خليني أقول لحضرتك يمكن أكبر يعني تحدي فعلا واجهنا فكرة البنية التحتية، وكمان عدم التنظيم اللي موجود في قرى مصر. احنا طبعا يعني كلنا بنشوف ولا يخفى على احد ان احنا القرى فيها عدم انتظام في شكل المباني والشوارع، شوارع ضيقه كمان، فده كان بيواجهنا دايما. والبناء العشوائي اعتقد طبعًا ده كمان ضيق ده كمان يعني فكره على الاراضي كمان فكره البنيه التحتيه من صرف صحي وميه وكهرباء. اكتر مشكله او اكتر تحدي بيواجهنا دايما الصرف الصحي، لان انا مطالب ان انا ادخل في شوارع ضيقه جدا، في حواري، في مباني عشوائيه لا تتحمل الكتله السكنيه ان احنا يبقى موجود فيها. فطبعا ده تحدي كبير، ولكن الحمد لله بفضل يعني المهندسين والجهات التنفيذيه اللي قلبها فعلا على المشروع وكمان الاهالي. خليني اقول لحضرتك ان المبادره حياه كريمه خلقت نوع من التضافر والتعاون ما بين الدوله وما بين الاهالي. عارفين داخلين دخل لهم ميه وكهرباء، فاعتقد يعني كان في تعاون. انا عايز اقول لحضرتك احنا يعني اول ما بدانا في حياه كريمه ونزلنا وبدأنا نعمل رصد للاحتياجات المواطنين،
كان بيقابلنا في البدايات نوع من عدم المصداقية أو التهكم من المواطن. كان بيقول لك دايما أنت جالي قبل كده كتير قوي وما كانش في حد. لما بدأنا نشتغل وشافوا ان الشغل على قدم وفاق في القريه، في كل حته في القريه، الشارع قدام بيته بيتبني ويتعمل مجمع خدمات ومجمع زراعي، بيتعمل حفر عشان يغير ميه والكهرباء والصرف الصحي، بدأ المواطن قلبه عليه على الشغل اللي بيتم قدامه، بدأ يحس ان هو جزء من اللي بيحصل في الدوله دي. عايز اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي بقينا يعني في رصد ميداني من الاهالي نفسهم. اول ما بيلاقي مشكله بيجي يكلم مناسب القريه او مناسب المحافظه تابع المؤسسه ويقول له الحق، ده انا عندي المقاول مثلا واقف النهارده في مشكله، طب انا عندي مقترح او بيتابع او تعديل. طبعا يعني في نوع من التعاون والتضافر وكمان التكاتف بيننا وبين المواطن. أنا دلوقتي انا عارفه ان مؤسسه حياه كريمه ما شاء الله بيها عدد من العنصر البشري والمتطوعين هائل جدا. 32 حتى الان كم عدد حضرتك؟ 32 حتى الان، وفي ازدياد مع طلبه الجامعات اللي احنا نزلنا مع الجامعات المصريه بدانا في حمايه التوعيه. الحقيقه لينا قبول هائل من طلبه الجامعه، كله عمل تطوعي بحت. طبعا وبيتوزعوا بقى على القرى المختلفه او المحافظات المختلفه. كل المتطوعين اللي موجودين معانا من اهالي القرى، يعني خالد من قرية إكس فده بيبقى معانا خلاص، هو مسؤول القرية أو أحد فريق التطوع في القرية، فدوره إن هو كمان هو مش بيشتغل في مكان بعيد عنه، هو بيشتغل في بلده وفي بيته، فهو كمان قلبه بيبقى على الشغل وعلى اللي بيتم فيه. أنا بنلاقي ساعات يعني مشادات بين الزملاء بعضهم، لا أنا عايز المشروع ده أو المبادرة دي عندي، أنا عايز ده عندي، فده بيخلق نوع برضه من حب الانتماء للطلبة. يعني خلينا نقول من بداية 2011 ما كانش في حاجة تجمعنا بالشكل ده بقى الا مبادره حياه كريمه في القرى الريف المصري. طب اللي عايز يتطوع دلوقتي يا استاذ خالد رايك يعمل ايه؟ يقدم طبعا على الويب سايت مفتوح، وفي كمان احنا دلوقتي بننزل في الجامعات المصريه، وكمان الحوار المجتمعي. احنا بالمناسبه بدانا الحوار المجتمعي في مراكز المرحله الثانيه من حياه كريمه. انا مهتمه بقى اعرف ايه الحوار المجتمعي، يعني حضراتكم داخلين المرحله الثانيه ان شاء الله، فمن ضمن استعدادات دخول المرحلة الثانية حوار مجتمعي مع أهل القرى. ده حقيقي. يعني بتعملوا إيه؟ هقول لحضرتك، احنا قبل انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة نزلنا مع المواطنين وشفنا آرائهم إيه. المبادرة حياة كريمة مبادرة مرنة، بمعنى إيه؟ أنا بنزل كل قرية دلوقتي بشوف احتياج المواطن إيه، بعمل كده زي اجتماع أو ندوة أو قاعدة مع المواطنين وأسمع منهم أنت احتياجك إيه؟ احتياجك إيه في نطاق العام للقرية؟ اللي بيقول لي انا عندي مشكله في الميه مش واصله لي، او اللي انا عندي الصرف الصحي طافح عندي او معليش صرف صحي اصلا، اللي الكهرباء عنده مثلا بتبقى ضعيفه عشان السلك قديم او متهالك، اللي محتاج خدمه معينه، ده كله بيتجمع في استمارات تجميع احتياجات المواطنين وبيتم رفعه وعمل تقرير كامل ورفعه للجهات المعنيه. طبعا ده برضو بيخلق حاله من يعني لا انا موجود معاك، انا موجود معاك وبسمعك وهنفذ اللي مطلوب داخل القريه في حدود اللي الدولة بتعمله. وصول الخدمات كانت دايما أعتقد من أكبر الأزمات اللي بتواجه الريف المصري، وفي بعض الأحيان أو كثير من الأحيان حتى العامل البشري داخل المستشفيات الحكومية أو المستوصفات أو ومع حياة كريمة إحنا ابتدينا نرصد ونتابع تقريبا بشكل أسبوعي قوافل طبية موجودة في هذه القرى، طبعا يعني بدون أي رسوم لأهل القرية، يعني بخدمة طبية متكاملة لعدد يعني من الأمراض أو خليني أسأل حضرتك، هل هذه القوافل مستمرة؟ أنا عارفة أنه في تحديثات حدثت للمستوصفات أو المستشفيات داخل هذه القرى، خدمة طبية مهمة أوي يا فندم، هتتابعوها إزاي؟ الحقيقة القطاع الطبي في المؤسسة لا يدخر جهد أن هو يكون موجود في أي فعالية أو أي نشاط أو من غير أي فعاليات. احنا دايما عندنا على صفحة مستحية كريمة بيتم إعلان الجدول الأسبوعي للقوافل الطبية اللي موجودة في كل محافظات مصر، ده بشكل متوازي دايما مع أي مبادرات بننزلها كحياة كريمة في القرى المصرية. دايما أي مبادرة بننزلها لازم يكون فيها الجزء الطبي للاطمئنان على صحة المواطنين. خلينا برضو نكون يعني واقعين إن احنا فعلا عانينا لفترة من الزمن بعدم وجود الخدمة الصحية وعدم وصولها لمستحقيها بشكل اكثر فعاليه. دلوقتي احنا بننزل بالقوافل المتحركه، جايز ان احنا في قريه من القرى المستوصف او المستشفى لسه بيبقى فيها تحديث، دايما بيبقى فيها عربيه بتؤدي الخدمه الصحيه، دايما بيبقى في قوافل متحركه بتؤدي الخدمه الصحيه. والحقيقه القطاع الطبي يعني لا يدخر جهد ان هو كمان بيلبي استغاثات المواطنين عبر الصفحه الرسميه لحياه كريمه، دايما بيجي له استغاثات او مناشدات سواء علاج او عمليه او تكفل بحاله معينه، دايما بيتواصل معاها بشكل مباشر ويبدا تنفيذ الاجراءات المطلوبه مع الاجهزه ووزاره الصحه في الدوله.
المرحلة الثانية يا فندم هتبتدوها امتى وكام قرية مع حضراتكم في أي جهات؟ إن شاء الله بإذن الله هنبتدي في بداية السنة الجاية إن شاء الله 2023، في البدايات هندخلين في 52 مركز برضو في 20 محافظة. خليني أقول لحضرتك إن مرحلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة هتشتغل في إجمالي الثلاث مراحل على 175 مركز هم إجمالي الريف المصري، فإحنا كل مراكز أو كل مراكز الريف المصري في حياة كريمة هتدخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويتم تطوير قراها بالكامل. بس هي مسألة أولويات بالنسبة لأكثر فقراً أو القرى الأكثر يعني فقراً. يعني إحنا أخذنا في المرحلة الأولى 52 مركز الأكثر فقراً، يليهم الـ 52 الأقل، يليهم الأقل. خليني أسأل حضرتك، إدراك برنامج حياة كريمة في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، إيه دلالات هذا الأمر وأهميته؟ والله طبعا مهم جدا. خلينا نروح لحضرتك، صدى حياه كريمه ما كانش على المستوى الداخلي بس، ولكن كمان على المستوى الدولي. حياه كريمه مشروع قرن، مشروع مش لم يوجد في اي دوله من دول العالم، ان احنا نقدر نغطي 60% من اجمالي سكان دوله، ومش دوله فقيره في عدد السكان لكن دوله كثيفه بعدد السكان، بتكلم دلوقتي في 104 مليون مواطن، هيغطي 60% من اجمالي المبادره، اكثر من نص البلد، اكثر من نص البلد، يعني في وقت محدد زمني الاهداف وزمني كمان الـ 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 الوقت بتاعه نفسه. طبعا لازم تدرج في كل موسوعات وكتب اللي بتحكي عن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، واحنا بيجي لنا كمان دلوقتي يعني عدد من ضيوف بره مصر بيتفرجوا على الشغل اللي بيتم في حياه كريمه وبيشيروا دايما باللي بيتم داخل حياه كريمه. اعتقد يعني وصولا الى اخر مراحل او اخر يعني فترات في المرحله الاولى، في قرى انتهيتوا منها بالكامل بالفعل؟ في قرى نموذجيه، ودي 14 قريه نموذجيين، دول معمولين كنموذج للقريه بتاعت حياه كريمه، تم الانتهاء بنسبة 95% منهم. في مشروعات فنم يعني قرابة أو انتهت بالفعل، يعني احنا بنتكلم عن مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية قرابت على الانتهاء، اللي فاضل فيها التشغيل وبعض الحاجات الفنية. المجمعات الصحية أيضا 90% في القرى، المجمعات الصحية طبعا يعني دول يا دوب على التشغيل الفني بس والعمالة بتاعتهم. أنا عايز أقول لحضرتك على مجمع الخدمات الحكومي، ويمكن ده من أهم المشروعات اللي أنا دايما بحب أتكلم عنها، لان انا واحد من اصلا من قرى ريف مصر، فدايما كانت بتواجهنا مشكله ان احنا الخدمه اللي بتؤدى ليا يا اما بروح لها المركز يا بروح لها المحافظه. مجمع الخدمات ده هيوفر على المواطن، انا مواطن في قريه هقدر اتحرك في خلال 5 دقائق للمجمع الخدمات، بيكون فيه موجود حوالي 8 خدمات من مكتب بريد ومكتب تموين وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومجمع تكنولوجي، كل الخدمات اللي يقدر المواطن يتحصل عليها في قريه من قرى من اي قريه من القرى هيلاقيها موجود في مجمع الخدمات. مفيش ده طبعا هيوفر عليه الجهد البدني وكمان الجهد المادي، يعني احنا دايما كنا بتواجهنا مشكله ان احنا نروح مكان تاني، وكمان الوقت ده من افضل المشاريع دايما اللي بحب اتكلم عنها، وزيه برضو المجمع الزراعي، لان احنا بنشتغل في الريف المصري، فطبيعي ان انا عندي الفلاح وعندي المواطن وعندي اللي بيزرع وعندي اللي بيربي ماشيه، المجمع الزراعي برضو هيكون موجود فيه اي حاجه يقدر يستفاد منها المواطن او المزارع اللي بيزرع في فقريته. قبل ما اختم مع حضرتك، مهتم اسال عن القريه الخضراء، بما ان احنا يعني ان شاء الله بصدد استقبال كوب 27 في شرم الشيخ، ايه نموذج القريه الخضراء وموجوده فين في مصر؟ عندنا القريه الخضراء بنجهز لها دلوقتي في قريه فارس في محافظه اسوان، ودي هتبقى كاول قريه مصريه خضراء فيها بمعنى خضرة صديقه للبيئه، صديقه يعني للبيئه، وفيها خضره ما فيهاش انبعاثات عاليه من الغازات، فيها كهرباء وفيها الحاجات اللي هي بتبقى صديقه فعلا للبيئه وبتحافظ على البيئه وجمالها. حقيقه اسوان كلها جميله ببلدها وبناسها فعلا، وبيتم تجهيزها دلوقتي قريه فارس شغاله دلوقتي بالفعل. نتمنى ان شاء الله ان معظم قرى مصر تكون يعني قرى خضراء وصديقه للبيئه. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. ضيفي الكريم استاذ خالد جمال عبد الناصر، مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسه حياه كريمه. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى اللقاء.